السلام عليكم. يا أهلين وسهلين يا أبو حمدي. أهلين وسهلين بمهجة الفؤاد ونور العين أبو فوزي. يا ميت أهلين وسهلين. هات أرجيلة لعمك أبو حمدي يا ولاد. حاضر معلم. إيه سيدي؟ سيدي وتاج راسي. قديش بدها قهوتك لتخلص تصليح؟ يعني بدها شي شهر زمان. حاكم أنا نويت أنفضها نفضة مرتبة. بس والله كلفي عليك، وبين وبينك حرام تدفع هالتكاليف بلا طعمة. صحيح، بس شو بدي ساوي يا أبو فوزي؟ معلومك القهوة هرهرت وحيطانة بقبقت والسقفها صاير أسود مثل قفا الطنجرة من عسيس الدخان والأرقيل. لا وخايف زبايني يكونوا عم يتضايقوا من هالمنظر وعم يروحوا يسهروا عند غيري. هذا من حظي، لأنه زباينك كلهم عم يجوا لعندي. يا سيدي حلال عليك، يعني فكرك رح ازعل؟ سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، يا مقسم الأرزاق أنت يا رب. إيه سيدي، بدي أسألك سؤال. اتفضل. باعتبارك حكواتي القهوة وقهوتك عم تترمم وتصلح، شو رأيك تجي لعندي على القهوة وتحكي حكاياتك عندي؟ والمربح نقسمه بالنص بيني وبينك. بقى شو رأيك؟ والله يا أبو فوزي بتمنى. إيه والله. وأنت حبيبي وصاحبي وما رح أرفض لك طلب. بس معلومك أبو فوزي الشغل بالصيانة شغال بالقهوة ليلا نهارا، وبيني وبينها يعني لازم أقعد على رأس الشغيلة وإلا بتفلت الشغلة، ويلي ما بيحضر ولادة عنزته بتجيب له جرو. طيب طيب على راحتك، ما رح أضايقك. يا حذرك أنا ليش عم أقول لك هالكلام؟ والله ما بعرف ليش. لأنه زبايني هن اللي اقترحوا علي الاقتراح. يا سيدي الله يكتر المحبين. بس بصراحة يا أبو فوزي آخ، شغلة الحكايات والحكاوات عم تعذبني كتير. خير، ليش بقى؟ لأنه جماعة الكركون عم يحضروا يومياً. الله وكيلك كل يوم بيجوا وبيتأنزعوا لك على أحلى طاولة وعلى قهوة وشاي وزهورات وأرقيل. وإن شاء الله عم بيعدوا ببلاش. قول مو هون المشكلة، ببلاش ببلاش أمرنا لله. بس الألعن من هيك إنهم عم يتدخلوا بحكاياتي يا أبو فوزي. شلون يعني؟ يعني بيجوا لعندي قبل ما أطلع على المنصة وبيسألوني شو بدك تحكي اليوم؟ شو القصة اللي محضر لنا ياها؟ وين الكتاب يلي رح تقرأ منه؟ شو هالحكي؟ معقول؟ ما عم زل عليك ولا بحرف يا أبو فوزي. يعني حدا من جماعة الكراكون ضايقك؟ لا، بس بيعدوا وعيونهم مبحلقة، أدانهم مفتحة، وعم يزوروك كل زورة بتطرح حبلي. وأنا لما بلاقي الحال على ما ذكرت لساني لحاله بيرتبط، وما بلاقي حالي إلا وأنا عم بحكي يا قصة عنتر، يا قصة الزير سالم، يا تغريبة بني هلال وأبو زيد الهلالي. بس يا أبو حمدي هالقصص حفظوها الناس عن ظهر قلب، يعني بصراحة ملينا منها. والحكي بيناتنا بجوز الناس ما عادت تجي لعندك على القهوة مشان هالسبب هاد بالذات، مو لأنه قهوتك صارت قديمة ومهررة. طيب شو بدي ساوي يا أبو فوزي؟ احترت والله حيرني. يعني إن حكينا عن الغلة والأرباح بيقولوا لا تكفر، رزقة ربك مقسومة. وإن حكينا عن النهوض والإصلاح بيقولوا هي مو شغلتك، شغلة الحكومة. وإن تعرضنا لسياسة الانفتاح بيقولوا آراءك كلها ملغومة. وإن قلنا حي على الفلاح بيقولوا خبرتك بالدين معدومة. بقى خلينا عم نحكي عن مشكاح وشلون اتجوز نعيمة، وبهالصورة رح يضل راسي مرتاح وفاطمة أخت فطومة. صحيح، بس هدول رجال الكراكون بيضلوا موظفين صغار وما بيتحملوا مسؤولية. يعني إذا قلت لهم صباح الخير بيشكوا بسلامك وبيجروك على التحقيق. يسلم تمك، لأنه العاجز قليل الثقة بنفسه هيك بيعمل، أما الواثق القوي ما بيهمه شو ما عملت وشو ما قلت. طيب وهلأ شو رح تساوي؟ والله ما بعرف، الله يقدم يلي فيه الخير. يعني بدك تفتح القهوة للمشروب وبس؟ ها سكور الدين وهي الأضوية مشرف الشباب. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالشباب. يا أهلين وسهلين، أهلين وسهلين بالشباب، أهلا وسهلا فيك. أهلين أبو فوزي. يا ميت أهلا وسهلا فيك. شلونك؟ والله الحمد لله مرضي عاش. صحيح أبو حمدي بدي يحكي حكاياته بقهوتك؟ لا 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 ما في شيء من هذا النوع، أعوذ بالله. هو له قهوته وأنا لي قهوتي. بس أنا شايف قاعد عندكم بالقهوة. إيه زيارة، زيارة ودية فيها شيء مسؤولية؟ لا إذا كان هيك معليش. السلام عليكم. الله معكم، مع السلامة، مع السلامة، شرفتوا.
حاجة تودي هالصوب يا حطب، صارت صالية مثل النار. والله أبو حمدي، عمك أبو حمدي اللي معه روماتيزم بالركاب استحى يبرد مثلك وبينام بلا حرام. مرت عمو الصالية صلى أسبوع مسكرة وبخاف الضيوف ما يزنطروا من برد وزنطرة، ومعلومة إنك هالشتوية قاسية والبرد بيذبح والسهرة بايخة بلا قافية إذا ما كان فيها نار عم تقدح. لك يا صفية يا حبيبة قلبي يا صفية، نحنا ضيوفنا كتار، يعني نفس على نفس بتدفى الأوضة وما في بيناتهم ختيار ولا حرمة ممروضة. ليش؟ عمي أبو حمدي مو ختيار؟ هلأ ضب لسانك بحلقك ولا تحكي شروي غروي، ريت الحمة تسألك شو حكيك صاير بهوي. ليش مرت عمي؟ إيه علينا لك شو ليش شو ليش؟ عمك أبو حمدي سبع سباع وبالقوة مثل البلدوزر، ومن نظرته بتخاف الطباع وبتتلطف بمغارة جوبا، ومثل ما بتعرفي أبو حمدي شغلته حكواتي، يعني معاشر الشجعان، وما شفت أنا أشجع منه بحياتي ولا بقبيلة بني شيبان، ويمكن انعدم من الحكاية اللي عم يحكيها وتتكرر، ومشان هيك صار أشجع من شيبوب ومن عنتر. بعدين وينك؟ صحيح أبو حمدي بهالهيئة مصافن ونحيف، بس بالعزم ما كان كتير مخيف، يعني على الأسطوح بيطالعوا للحمار وبيرد بينزلوا بنفس النهار مع أنه وزنه أمطار. أنت شفتيه بعيني؟ هيك وصلتني الأخبار. إيه شو هو شمشون الجبار؟ هلأ اختصري هاللعي وتعي حملي الطرابيزة معي. حاضر مرت عمي. تعي حبيبتي مليدي هاي الطرابيزة وحطيلي اياها هون. ليه انت اجي سهر عنا اليوم؟ مثل العادة، اهلية بمحلية، اخواتي وداد وهنية وسلايفي نديدة وفوزية وما لم الفراش. يلا عجلي هلا بلا قرب واطلعي على اوضتي جيبي لك كم جلد خاروف. حاضر مرت عمو. عجلي. ما وصلتي لسه اوان. ايه سيدي تسمحنا ابو فوزي؟ ايه بكير والله قاعدين عم نتسلى. والله لا يمل، بس معلومك يعني الليله ليله خميس والبرد قاتولي، بقى خليني اتيسر على بيتي على بكير قبل ما يبعث هو راي وينادولي. عندك سهره بالبيت؟ ايه معلومه كل ليله خميس عنا جمعه مع القرايبين. ايه الله يكتر المحبين يا رب. امين يا رب. يلا بالاذن تصبح على خير. الله معك ابو حمدي، خلينا نشوفك. ايه ان شاء الله. يلا يا فايز ضب لي العده بدنا نتيسر. حاضر معلم. مرحبا ابو حمدي. اهلين وسهلين. شو ما عرفني؟ لا والله مين بتكون؟ انا ابراهيم ابن ابو ابراهيم ممصوعه، وهذا نادر ابن ابو سليم لطفي. اهلين وسهلين بالشباب والسبع تنعام. عمي ابو حمدي ليش ما عدت حكيت لنا حكايات مهمه بالقهوه؟ حكي نحن معجبينها. يعني يا عمو موظفين الكراكون صغار هلكونا، ان حكينا عن المساوئ بيقولوا هذا مناوئ، وان حكينا عن البرطيل والرشوة بيقولوا معلوم مو صحيح له يلهط لهطة، وان قلنا المخالفات بدها أسوأ بيقولوا رح ياخد دور الشرطة. بقى شو بدي بهالشغلة يا عمي؟ خليني بسليم قبل ما يهدروا دمي. بس حكاياتها كلها من الواقع وما في شي جايبه من عقلك، يعني عم تنقل مثل مالك سامع وما في شي مفبرة أو جايبه من بيت أهلها. ولأنت بتضل هالحكاية؟ الله أعلم، بس ما خليت إلا ما يلتقى من يفهم. السلام عليكم. الله معك أبو حمدي. مع السلامة. الله معك. هلا أنا داحش راسي بكيس الطحين، هذا اللي طلع معك يا معادة؟ الحق بإيدها أختي معادة، الشيبات كترانين براسك يا أبو لطفي. ستي عيرتني بالشيب وهو وقارو، ليتها عيرتني بما هو عارو. انت عم تقول هيك مشان تغطي السماوات بالعوات، الحقيقة راحت عليك، الكبر عبر وولت ايامه هالقمر. هلا ليش حاطة دابك بدابي يا ام عادل؟ بعدين القاضي راضي ولا شو يا سعاد؟ ولا يهمك يا ابو لطفي، هو صحيح التلج معبي راسك بس قلبك حامي مثل حديد هالصوبيا. سمعتوا؟ سمعتوا منكم؟ بس حديد الصوبيا وهي مطفية عمي يا ابو لطفي. العال العال كثير، لك وينكم؟ حطوا لكم كم حطبة بهالصوبيا خليها توز وز.
على عيني وراسي، 100 طلب مثل هالطلب. السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام. اهلا يا ابو دياب. تعال تعال تعال، جيت بوقتك. تعال خلصني من لسانات ودخيلك. السلام عليكم يا ابو دياب. اهلا بالشباب. اهلا يا ابو دياب. اهلا يا ابو دياب. اهلا يا ابو دياب. اهلا يا خانم. تفضل عود بشقيتي. لا خير، الله يخلي لي اياك يا رب. كيفك يا عادل؟ ليش عملي شو بدك تعملي؟ والله قلت ترى يا اختي، يعني الواحد بيركض بيركض وخله ما بيلحق بقلق، وبالاخير العشاء خبيت. يا اهلين يا نايف. شو بدي اقول لك؟ لاقول لك هلا كوني بغيابك يا ابو دياب. لك سلامتك. ميت علينا ابو دياب. علي ابو سطيف. سلمني على عادل من جنب. لك شو وينه ابو حمدي لهلا ما اجى؟ ليك وما تقول الا وصل هلا اهو. ها ابن الحلال عم تذكره ببال. والله ليك. يالله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سفر الله بابا، سفر الله. بترجعكم أهلي محمدي. بدي بوسك، بدي بوسك. أهلي اشتقلك أهلي. أهلي وسهلا. 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 بدك تقعد جنبي لأني أنا بردان وما بيدفيني إلا حديثة. هاتي أنت بسلع من الدق يا صفية. حاكم صلي زمان ما نعمت برسيس. حاضر خالي. بس عن جرن الحمام بتبين القرعة من ام الشعر. يلا شوف. يلا يلا. ها شكي. ايوه وراها فكي. هلا انا ها برا وراها سارة. يا شباب تسلموا على ايدي سيد حمدي. والله نورتوا. تسلموا على ايدي. شرف مشرف. هي اللي بده سكرها. تسلموا على ايدي. تلعب لك دق طاولة يا مصطفى. بدك ترد تارك عمي ابو لطفي. بس مو حلو يترك ابو حمدي لحاله. لك اتركنا من ابو حمدي. بيني وبينك ابو حمدي مو عاجبني بهالكم يوم. وليش بقى ابو لطفي؟ ما بعرف، بس حاسس كانه بالك مشغول فاضي. عفارم عليك يا ابو لطفي، يعني هذا احسن وصف لحالتي. عمي ابو حمدي فاضي فهمناها، باعتبار القهوه مسكره وما عندك شغل فيها. بس بايش مشغول يا ترى؟ خليها لله. ايه اخي رياض، سمعنا نقره عودك للسهره. الله يرضى عليك. على عيني يا ابو حمدي. بس صدقني ما بيحمل جو منيح حتى سمعنا حكايه من حكاياتك. هلا اتركوه للزلمه لهون لحينه. خلاص بح، ابو حمدي بطل شغله الحكواتي، ويمكن يفتح القهوه يا خمصاني يا بغجاتي. صحيح الكلام يا ابو حمدي. ما في شيء من هاد، بس ام حمدي اصبح سمعنا شي حكايه من حكاياتك، احسن ما نازلين طحنك على الفاضي. ولا تنسى انه الليل قدامنا طويل والسهره لسه باولها. بس انا ما بدي بسبس يا عمي ابو حمدي، خلاص لازم تبتسم لطلب الناس. والله ما بعرف هو الحقيقه. ابو حمدي ابو حمدي سمعنا شي حكايه. ابو حمدي ابو حمدي حكاياتك تسلاي. ايه والله يا ابو حمدي حكاياتك تسلاي. على عيني وراسي تكرموا، بس انا عندي شرطها. وشو هالشرط بقى؟ بدي بعد كل قصة اسمع منكم غنية حلوة للنسوان ولا للرجال. ما بتفرق عموك من كلا الطرفين. يعني كل هالقد اصواتنا حلوة نحن. ايوه نتونس فيكم بالتالي. لكن خليها تغني لنا خالق معادل. خالق معادل صوتها حلو. اي والله. ومن اللي صوت حلو انا كمان. يو لكن مين غنى للصبح بعرس ابن ابو بكري الزنبوعة؟ مزبوط انا غنيت، بس يعني صوتي ما كان كل هالقد. خلاص خالتي بدك تغني، ما في فكة. الجمهور هيك بده وانت مالك قدو. اي والله مالك قدو. طيب امري لله رح اغني، بس بدكم تشاركوني كلياتكم. ها انت قولي ان شاء الله وما عليكي. كف لابو حمدي يا شباب. اي والله. تفضل تفضل عن نص عمي ابو حمدي. تصدر تصدر. ايه حاضر. هيك ها هات لنشوف شو رح تحكي لنا ابو حمدي. والله مالي عارفان منين بدي ابدا وشو بدي احكي. المشكلة إن حكينا بالسياسة بيقولوا عم يتبهوى، وإن حكينا بالأخلاق والكياسة بيقولوا أي ربي حاله هالأزعر.
وإن قرينا ديوان الحماسة بيقولوا هلأ رح يسقفنا هالمعتر، وإن تعرضنا للطهارة والنجاسة بيقولوا عامل حاله شيخ الأزهر، وإن مدحنا بعض الحكام والساسة بيقولوا هذا لقلق على ما يظهر. يعني عليك طيب أبو حمدي، عشت أبو حمدي. إيه بس نحن كلياتنا أهل وما رح نبلغ عنك بالسهل. على كل حال حكاياتي اليوم عبارة عن منوعات، رح أبداها كالتالي. كان يا مكان في قديم الزمان، لما كانت الفيران تروح على المدارس والكلاب ينجعسوا على الطنافس والعرتلات تركب على ظهر الخنافس والجنيات يطيروا بالمكانس. إيه عمو أبو حمدي احكي رأسان لا تطول بالمقدمة. شو هذا صفح العيد؟ لا تقاطعيش جناتي ما حلوة. معلشي معلشي لا تسكتوها مو مشكلة. كان يا مكان لما كان الزيز يطير بالشمس والقطاط يلحسوا الدبس والمظلوم يتختخ بالحبس والحالوش يسابق النمس، كان يبقى فيه لما كانت القمحة بالطاحونة والطاحونة مسكونة ساكنتها الحجة أمونة هي وبنتها المجنونة، وحدة عم تكبس مخلل والتاني عم تعصر ليمونة. شو هذا أبو حمدي؟ شو هالحكي الفاضي هاد؟ هيك بدهم جماعة الكراكون يا أبو لطفي. إيه ما اختلفنا، بس نحن أهلك بقى شبك ملباك. خد راحتك أبو حمدي، بس اترك لي العلاج المصدي. يعني صدقنا وآمنا إنه جماعة الكراكون خايفين تطير من تحتهم الكراسي، بس أنت من شو خايف؟ على راسي. هلا عود منيح واحكي صحيح، وما في داعي للتجريح، وبهالصورة بيرتاح راسك، وبعمرك ما رح تشوف أبيح. على عيني وراسي، بس أنا رح أروي القصة تفصيل، وأنتوا رح تمثلوها تمثيل. ما في مانع. أنا موافق. أنا موافق. هذا يا سادة يا كرام حكايتنا اليوم عن ظرفاء الشام. هالظريف هذا كان يبقى اسمه فخري، وبيوم من الأيام كان قاعد هو ومرته حسيبة بالسهرة وهي عم تقطع خضرة. لك ما بدي أفهم ليش عم تقطع الخضرة بنصاص الليالي. اسمعوا على هالسؤال اسمعوا، لكان شو بدنا نتغدى بكرة؟ قولي شو بدي أتغدى مو شو بدنا نتغدى. قصدك شو بدك تتغدى انت؟ لا انت مو انا. يو ليش ما بدك تتغدى معي من غير شر؟ لا والله يا حسيبي ما بقدر. ليش ما بتقدر؟ ناوي تصوم بكرة ولا مضرب عن الطعام؟ لا هذا ولا ذاك، ما حزت بنوب. طيب شو حكايتك انت؟ ما في لا حكاية ولا رواية، كل ما هنالك اني معزوم على الغداء. معزوم على الغداء؟ عند مين هالعزيمة بقى؟ عند بديع بيك زنبقة. شو المناسبة؟ ما في مناسبة. يو شلون ما في مناسبة؟ هيك من الباب للطاقة قلك تعال عندي وتغدى؟ لا بس يعني كل ما هنالك ان رحت بارك له بمحله جديد اللي اشتراه بسوق متحت باشا، فشكرني وعزمني على الغداء. يي اصبح بلا ما اطبخ بكرة، انا التاني بروح بتغدى عند اهلي. ايه ما في مانع، وخلي هالطبخة اللي بين ايديك اللي بعد بكرة. ماشي الحال. تلعب دق برسيس فخري؟ تسلمي لي حسيبي. والله مالي قدران، حاسس النعس دابحني دبح، فايت على اوضتي نام. يلا تصبح على خير. اصلا هذا اللي شاطر فيه الاكل والنوم، وكله على فافوش. لك اوه ولي على حظي. اهلين اهلين اخي فخري. أهلا يا اهلين وسهلين. اخي فخري بتعرفوا الاخي فيصل؟ لا والله بس ما حصلنا الشرف. اهلين وسهلين نحن حصلنا الشرف. تفضل اخي فخري تفضل. اخي فيصل انا ما بعرف احلف، مدوا ايديكم قولوا بسم الله. ولو نحن بدنا حلفان، محلانا ونحن قاعدين ببيت اخونا وعم نتدلل على الاكل، بعدين كاني شايف الاكل كتير ما هيك؟ يعني ليش ملبكين حالكم كل هاللبكه؟ ايه ما في لا لبكه ولا شيء، حضرت وما حضر واجبك. أنا بصراحة كنت عازم أبو سعيد مبلوعة وأبو راتب سنبتوم وأبو صبحي عنيدة، بس فجأة إجاهم سفرة لحلب مفاجأة واعتذروا بآخر لحظة. بقى مدوا إيديكم قولوا بسم الله. لا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله.
شو هذا اخي يا فخري؟ شو هالسكبه هي؟ ولد من سنتين ما بسكب هيك سكبه. معلش معلش بدي بك خليني اكل على مهلي منشان لحق ذوق كل الطبخات. إيه لا لا عمي هذا مو كلام، لانه اكل الناس على قد محبتها. شو بالظاهر انت ما بتحبنا؟ تفضل 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 تقلي هالجاجة، هاي لحمة بدوب بتتم مثل الهليون. شو عم تساوي انت؟ يستم ودي اياه. بتعرف انه انا بحياتي ما اكلت دجاجة بحالها. لك اخي الدجاجة الايام ما بينحكى فيه، صغير كثير وخفيف على المعدة، كل كل لا تعملي مشاكل. الله يرضى. شو عم تساوي؟ امني الشوكة من ايدك، ملص تمليص. الله يرضى. وبالفعل يا جماعة كان الأكل طيب كتير، ونزل صاحبنا فخري بهالجاجة بالأربعة والكف وعلى تمليص وهبرها تهبير. الله يسلمك. أهلين، شو رأيك بهالجاجة أخي فخري؟ تأخذ العقل. الحمد لله. شو الحمد لله؟ لسه ما بلشنا. وين كوسة المحشية يا بشير؟ ليتني سيدي جيت. حاضر بشير، يرضى عليك، خذ لي الصحن قدام الاخ فخري. على عيني. تفضل سيد فخري تفضل. شو تفضل؟ اعوذ بالله انا شبعت، دايما ان شاء الله. شو دايما؟ لساتنا بالرقراق ما فتنا بالغميق، باين عليك بدك تدلل، ناولني صحنك لقلك، ناولني. حاجه 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 يا عمي. لك يا عمي كوساي وحده بتكفيني، الله يخليك، حاجتي بدي بيك. شو كوساي التاني؟ شو انت ولد صغير؟ بعدين بقول لك اكل رجال على قد فعالها. صحيح، بس انا شبعت. هي مرحبا شبعت، يعني معقول تترك الكوسايات يلي بوحده اللي خلقه؟ والله معك حق، بس انا اخي لا تاكل خبز كل حق. ما بقى فيه دخيل عينك يا استاذ فيصل. لك شو ما بقى فيه؟ بعدين اخي بديع بيزعل منك. ها لا معناتها اكلنا مو عاجبه وقرفان منه. لا لا شو قرفان لا سمح الله، بس انا دق لك كان دق لي بالكوسايات لك كان دق. حاضر سيدي. بلاع هالكوساية فرد لقمة بلاع. ما بدها نزاكة يا سيد فخري، إلا بيناتنا نسوان حتى نتزارف ولا معنا صبايا حتى نتلاطف. بقى دق بهالكوسة لقلك دق. والله ما عاد أحسن يا جماعة صدقوني. أقسم بالله غير ما تاكلها معقول تطلع من عنا جوعان. يا جماعة شبعت عملكم، والله شبعت. ولو على القليلة مشان يمين بديع بيه، على حساب أنت أصلي وبتفهم بالأصول، بعدين في عنا قتل كتير وين بدنا نروح فيه؟ امرك سيدي امرك. بدي صحنك عم يلمع لمع. ها رح يلمع باذن الله، رح يلمع. بشير هات جاطه اللبنيه. عنتها سيدي جيت. يسلموا هالايدين. ايدين كمان بدي اكل لبنيه. يعني معقول يكون على السفره لبنيه ومدوها؟ يا جماعه شبعت ولله الحمد، صار بطني يجعني. صدقوني صدقوني بدي عبيك. الله يسامحك، هلا هذا اسمه شبع. هاد حاجة 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 يا زلمة حاجة، شو عم تعمل انت؟ لك حاجة يا عمي الله يخليك. اخي اكرام الضيف واجب علينا، فيصل اعطيه مع الانضيفة. حاضر تفضل. زين لقلك بهالكبايات، عليم الله بيتقدموا لملوك. ايه اكيد، بس بصراحة يا جماعة رح انفزر فزر وراح قسما بالله العظيم اذا ما اكلت راح ازعل منك. تمام. ها يا بديع بيك، مو مساله تزعل مني وما تزعل مني، المساله انه وصل الاكل لحالي وراح يطلع من بلعي. لكن مشان الله حاجتك نزاكي بقى. بعدين بصراحه قديش انا شفت اخي بديع على موائد وسفر كتير، بس بعمري ما شفته عزم على رجال او حلف عليه بهالشكل. بالظاهر انت لك معزه خاصه عنده. يا سيدي الله يسلمك ويسلمه، بس الواحد هلا لا تلهي بالحكي فيصل، كل عمي كل مجاري الهنا. بس عفوا انا حاسس. والله ولي اسمه الله غير ما تاكل، ما بدي اشوف بصحنك ولا لقمه. كان مو حلوه سيد فخري، مشان يمين بديع بيك، لكن كلهم اللقمتين بينزلطوا معك زلط، وبصراحه عيب اللي بيقعد على السفره وما بياكل. حاضر سيد فيصل امرك. هات الأبوات يا بشير. شلون شفت لي هاللبنية؟ خفيفة على المعدة مو هيك؟ كتير دايما إن شاء الله. وين 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 هاي؟ بدي غسل.
كفى الله. والابوات مين بده ياكلون؟ اصلا كله ياكلتهم حضرتك، مقبلات ما بنحكى فيهم. الابوات هي وجبه رئيسيه، هي الوجبه الرئيسيه على الطاوله، بقى وين هربان؟ بترجاك بترجاك يا بديع بيك، انا يا علي الطلاق ما بتتحرك مع الطاوله لتاكل الابوات، اصلا مرتي طبختها مشانك. لك لا تزعلوا سايرو، اخي بحبك. يا والله ما صحت العزيمه لحدا، يعني اللي بقصده اخي بعمره ما عزم على حدا واصر الا على حضرتك. اصلا انا ما بحب الابوات، بحس حالي كاني عم باكل بشكير او منشفه. لك اخي انت سايره وتضل لك كمعضه، مو مشان شيء بس مشان يمين طلاق. حاضر فيفال، ناولوا ناولوا. تفضل تفضل. ايه ما الله يصلح لي بيك. اجي اشوف شو رايك بالابوات. لا تولى ابها معلومه، بده يعرف مين يطبخها، بده معلميه مو هيك؟ نعم طبعا طبعا طبعا. يا بشير هات صدر الكنافه والنموره. معقوله؟ يا الله يعينه. المهم المهم، اكل فخري على كل درس لون، وشرب الشاي واكل فواكه، وكل ما يمتنع عن الاكل يحلفوا عليه، شي بالطلاق، شي برحمه الميتين، شي بجاه الأولياء والغوالي إلى آخره. وبعد ما احتفلوا في هالاحتفال استأذن الزلمة مشان يمشي حامداً شاكراً. إيه فخري، شو رأيك بعد الحلو والفواكه بكاسة عروسوس باردة؟ ما عاد في بوسي لك يا بديع بيك، ما عاد في دخيلك، عيوني زاغت وراسي داخ، وما عاد أقدر ما عاد أقدر أسمع بشي اسمه. إيه علي لا، ما تحلف يا بديع بيك، ما تحلف قسما بالله اني شبعت. بايش بدي احلفكم؟ وحياة كل مني لجاهة رب العباد اني فزرت وركبي ما عاد تحملني، ويمكن حماري اللي جيت عليه يبوطس فيي من تقلي، ويمكن ما يقدر يحملني. يا شو هالحكي؟ معقول هالحكي هذا كله من عزيمة غدا؟ اي والله ما اكلت منيح، ما عندنا بالواجب ما ينبغي. معلش شيخ معلش، كتر الله خيركم وتاكدوا تماما اني ما راح انساكم العزيمة طول ما انا عايش. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك طول بالك. من عادي ها، مو محسوبة هاي. إن شاء الله إن شاء الله، انعشت انعشت وربي خلاني. غريب أكله قليل هالزلمة. أخي مو قصة قليل، بس هو خجول ونحن ما حلفنا عليه، تركناه على راحته. آه تحرك لا تغلاص امشي مالي أتران. فهمت عليك فهمت عليك، الظاهر عطشت ما هيك؟ اخ يا بطني اخ، الهيئة بدي اسبوع لاهضم الاكلات اللي اكلتون. اخ اخ اخ، بطني بطني رح ينفجر. اللي عطشان ها؟ ولي يا بطني. هاي المي قدامك، شراب لك شراب. المي نظيفة نظيفة وظريفة، عم بقول لك شراب. إذا بتحبني بتشرب. الشرب على قد المحبة. ما بدك تشرب؟ ولك يا عمي شرب، شو صار لك؟ العمى بزعل منك ها؟ شرب ولك عم بقلك شرب؟ ايه ايه علي ما علي الا تشرب.
ولك عم بقول لك شراب. ما بدك تشرب. والله الحق بايدك. اخ تعرف طلعت انت الزلمه مو انا. اخ يا بطني اخ. ما عجبك. هي حكاية بتسلي مو حكاية عنتر. بس بصراحة الله يعين فخري أفندي على هيك ناس. إيه عمى شو الشغلة تعزيه؟ صدقيني في جماعة هيك وأكتر. قال يعني فكرن عم يدللوا وهن بالحقيقة عم يتسامجوا ويتغالصوا. يعني بيذبحوكي بلطفون هيك قولي. بضاعة طالعوا للزلمة من عند محمد. تعرفوا يا جماعة في قصة غريبة عجيبة صارت بحارة السبع صناديق، ما بعرف إذا دريتوا فيها ولا لا. وشو هالقصة بقى؟ في رجال كبير عمره 65 سنة، متجوز من بنت عمرها 23 سنة. بعد سنة من جوازه مات هالزلمة، وما كانوا يعرفوا شو سبب موته. حاولوا إنه كانوا يعرفوا عبس. بعدين اتضح لهم إنه مرته قتلته لهالزلمة بالأكل الطيب. إلا كان شي سمن عربي، شي دسم، شي دهن، شي أشاطي، شي كباب، شي كنايف، شي أبوات. الزلمة ما تحملته صحته وراح فيها. أعوذ بالله، يخرب بيتها شو مجنة. بقى شو طابختي لنا اليوم يا أم حمدي؟ أبوات تبريني، أبوات تكرشي. إيه ستي، بدنا نسمع الغنية هلا، شو رأيك معادي؟ أنا ما عندي مانع، بس بنغني كلياتنا سوا. على راسي يا بيم. مين بده بالوصة يا جماعة؟ أنا بدي بالوصة. أنا بدي كستنة. كستنة أبو زاهر، حطنا الكستنة على الصوب يا وشلنا إياها. وفي شواندر مسلوقة إذا حدا بدوها. والكستنة جاهزة. ما في أطيب من الكستنة خاصة إذا كانت فحلة. هلا لا تلتهولي بالكستنة، بدنا نسمع حكاية تانية من أبو حمدي. صحيح. حبي أبو حمدي كيف عزماتها؟ كفاها الله اليوم. خلوها للخميس الجاي. ايه عطينا عمل نون للخميس الجاي. بدنا نسمع الحكاية هلا. الحديد هو حامي. فظاعة شو قوية، لأنه يوم الخميس الجاي في عنده تعزيل ما بتقدر تجي. طيب طالما رأي الأكترية هيك فأنا ما عندي مانع. على عيني وراسي. صفية صبي له زورات لعمي خليه يطر يزل عمه. كفنا ما
عقد يا شباب.